وبيذبح دخيله الله ودخيله لا تجرح يا ابو رمش بيجرح وبيذبح دخيله الله ودخيله لا تجرح من كتر جروحي يا روحي ما عاد بقلبي في مطرح عين حبنا بعض بعزه حبيبي قد عيني بعزه موسم حبنا بعض بعزه إن شاء الله لا تجرح يا ابو رمش بيجرح وبيذبح دخيله الله ودخيلك لا تجرح من كتر جروح يا روحي ما عاد بقلبي في مطرح
كنت فين فلتان لغاية دلوقتي؟ ها؟ أنا اللي كنت فين فلتان ولا أنت يا بابا؟ أنا مين اللي بيسأل؟ أنا ولا أنت؟ طب وبتتكلم ليه بشويش؟ ما تعلي صوتك يا بابا. اسكت. طب حاضر. هيا يلا يلا روح نام تصبح على خير. وأنت من أهله. الصباح رباح. مات يلا. يا بابا. معلش يا قاسم تأخرت عليك يا حليم. جاي بعد يا حبيبتي. امال فين منير؟ اتأخر شوية بالنوم، زمانه بيلبس وجاي. ده لازم كان سهران امبارح. هيبطل السهر الولد ده. نعمل ايه؟ صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير يا ابني. صباح النور عليكم. ايه يظهر انك سهرت امبارح مش كده؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى امبارح جيت الساعة 9. مش كده يا بابا؟ مش عيب تكدب على امك يا منير؟ انت جيت الساعة 9:30. ايوه كده ايوه كده. برافو يا بابا. بسيطة يا قاسم، نقص نص ساعة. انا دغري، انت عارفة طبعي، الدقة في كل شيء. مظبوط، الدقة في كل شيء. تاني مرة يا بابا حبقى اظبط الساعة بتاعتي. انت جيت بدري امبارح يا قاسم. بابا قبل ما تجاوب ماما نسيت اقول لك اني عايز 200 ليره. انت بتروح فين في الفلوس؟ كل يوم فلوس كل يوم فلوس. يعني مش عايز تديني. كنت بتقول ايه يا ماما؟ افتكرت ماما بتقول لك جيت حضرتك بدري امبارح. وانت ايه اللي حشرك بيني وبين امك؟ وفيها ايه لما يتحشر؟ مش ابننا؟ اتفضلي اساليه وخليه يجاوبك. انت امبارح جيت الساعه كام يا قاسم؟ انا جيت امبارح الساعة 8:30. يا امي يا امي غطيتني يا ابني. تصوري يا ماما، واحد راجل كل يوم يروح البيت حافي وجزمته في ايده. وبعدين حصل ايه؟ قريت الخبر ده يا بابا. هتدفع ولا اقول؟ قريته ايوه قريته. هدفع لك. ايه وبعدين حصل ايه؟ ولا حاجة يا ماما، جاله زكام ومات فيها. يا ساتر. قلت ليه عاوز كام فلوس يا منير؟ 200 ليره بس. 200 عشان ايه؟ عشان اصرفهم. تصرفهم؟ طبعا. على كده مش هديلك بقى كده اهو. بس بسيطه عارفه يا ماما. وبعد طب بس انا هديلك بس عشان خاطر مامتك، لكن انت ما تستاهلش. خد. متشكر جدا. عن اذنكم بقى لما اروح للمخترع الاقرع الاعظم الاستاذ فيتامين. دية مصير الصلع في العالم فيها. الجرايد الدنيا بكره هتتكلم عن فتامين. فرغني.
اثبت احسن الشعر يطلع معوق. حاضر. تعال ساعدني في الاستخراع العظيم بتاعي ده. استخراع؟ ايوه استخراع. في حد في الدنيا يعمل اعمال الصبيانيه بتاعتك دي؟ صبيانيه؟ ايوه. واحد بيطلع دواء علشان يعالج الصلع اللي في العالم يبقى دهيه اعمال صبيانيه؟ ما في حد في الدنيا يطلع دواء من شراب البطيخ. نعم. عمرك شفت بطيخه لها شعر؟ لا. خلاص داويها بالتي هي الداء. وللناس فيما يعشقوا يخترعون مذاهب. يا أستاذ لو أنبت شعر الرأس من هذا الدواء لنبت شعر أرعتي، وإذا نبت شعر أرعتي تحبني كراميلا واتجوزها. أفهم من كده إنها مش قبلك وانت أقرع؟ أهو ده اللي حصل. اتفضل عزمك على بيتي على بطيخ وأرق وجبنة. يلا.
لوحديها حكاية، خف دم كفاية دي لوحديها حكاية، ده انتي كده بطباتك من اجمل ما خلق، اه من اجمل ما خلق. متلونيش خدودك ما تلبسيش حلا، متلونيش خدودك ما تلبسيش حلا، ده انتي كده طبيعتك من اجمل ما خلق، اه من اجمل ما خلق. ماما منير انت جيت يا حبيبي. ايوه ماما مالك؟ لا ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ امال بتبكي ليه؟ لا ابدا ابدا يا ابني مفيش حاجه. انت بتخبي عليا انا؟ وحياتي عندك تقولي لي مالك يا ماما؟ احنا مهددين بفضيحه يا منير. فضيحه؟ فضيحه ايه يا ماما؟ خد شوف. ايه ده؟ شيكات. شوفها باسم مين؟ نهاد نور الدين. شوف الامضة. الله، قاسم عبد العزيز، ده اسم بابا. نهاد نور الدين دي تبقى مين؟ عرفت من الصراف انها تبقى واحدة مغنية. مغنية في صالة؟ وإيه اللي عرفهم ببعض؟ للأسف الشديد أبوك بقاله مدة بيتصرف تصرف ولا المراهقين. بابا مراهق؟ مش ده المهم، في الأهم. إيه يا ماما؟ الشيكات اللي أنت شايفها دي من غير رصيد، أول شيك والتاني كنت محوشة قرشين، لما اتصل بيا الصراف دفعتهم، والشيك التالت اضطريت اني ابيع اسم من سيغتي عشان اسدده. وبابا؟ ما عندوش خبر، مش داري باللي بيعمله. فضلت كاتمة في قلبي وساكتة واقول يمكن بكرة يفوق، لكن الظاهر انه مفيش فايدة. انا لازم اقابله واتفاهم معاه. لا لا يا منير، ابوك دلوقتي مش في وعيه، ماشي مع التيار، واذا احنا وقفنا في وشه اخاف لتكون النتيجه وحشه. ماما سيب المساله دي على الله وعليا، ابنك هو اللي هياخد بطارك، وهرجع لك بابا وفلوسه كمان. روحي يا سيدي.
كل السمك سمك انت غلطانة، ولا كل الشبك شبك انت فهمانة. مش كل السمك سمك انت غلطانة، ولا كل الشبك شبك انت فهمانة. في شبك من غير سنانير، وفيه سمك من غير حسد. ما تقدريش تسقضيني، ما تقدريش توقعيني، ما تقدريش تسقضيني، ما تقدريش توقعيني، ما تقدريش تصطاديني، ما تقدريش توقعيني. انا برضو صياد وعالشبك معتاد، انا برضو صياد وعالشبك معتاد. ولا خافش الشبك، روحي انت والسنارة، روحي انت والسنارة، روحي انت والسنارة. مطرب الشعور الشقراء والسمراء. قل لي، تفتكر الحركة دي هتأثر فيها؟ تأثر فيها؟ إذا كانت أثرت على نفوخي مش هتأثر فيها؟ أما أنت عجيب. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. أهلاً أهلاً. يا سلام، إيه الصوت الجميل ده؟ حضرتك فنان؟ فنان؟ إلا فنان، ده منير بيه الأستاذ الكبير بتاع الموسيقى والألحان والفن والغناء. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا فندم. جرسون، جراصين، الجرسونات كلهم يجوا هنا. شبانيا شبانيا. يا سلام على صوتك الجميل، ما شاء الله، رقة وخفة وجمال وشياكة. كن بليه يا ابني من كله. أنا خايف لأكون أزعجتك، إنما جمالك وصوتك الحلو نسوني نفسي ولقيت نفسي بغني معاكي. بالعكس، دي حاجة كانت لطيفة قوي منك، وخصوصا ان صوتك جميل قوي، وكمان الناس كانوا مبسوطين. كراميلا، مالك قاعدة ساكتة كده؟ هتكلم اقول ايه وسمع الكلام الحلو اللي زي الشعر؟ عمرك ما قلت لي كلام حلو زي ده. اصلا انا بكسف قدام الناس. قومي على جنب كده وانا سمعك كلام شعر، ولا شعر عبد السلام النابلسي في الافلام. يظهر انهم بيحبوا بعض قوي. هي بتحبه لكن هو معرفش. تعرفي صعب قوي اما يبقى الحب من طرف واحد. ما فهمتش قصدك ايه. قصدي يعني مثلا، يعني تصوري ان حضرتك اكون انا بحبك وانت ما تحبنيش. لا، دي كانت تبقى مشكلة خطيرة. ميرسي. هاتي هاتي عينيك تسرح في دنيتهم عيني، هاتي ايديكي ترتاح للمستهم ايديا. يا حبيبي تعالى، يا روحي يا فيتامين. ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي بس اخاف للعمر يجري. كل فرحة اشتاقها من قبل خيالي التقاها، التقاها بنور عينيكي قلبي وفكري. يا حياة قلبي، يا اغلى من حياتي. ليه ليه؟ قولي تيري رام ليه؟ الله، دي غنوة ام كلثوم. امال عاوزة غنوة امي؟ يا غشاش، يا خداع، يا اطلع تاني. تعرفي ان دي اول مرة
اتأثر فيها في الكماريه. لازم بتخاف من مراتك. ابدا انا مش متجوز. مش متجوز لسه؟ انا شخصيا ما احبش الجواز. يا سلام. ليه؟ لما بيبتدي الجواز بينتهي الحب. تعرفي انك غلطانه، ده الجواز جنه. يا سلام لو كنت الاقي الست اللي تتجوزني. كنت تعمل ايه؟ يا سلام ده انا كنت اشيلها في عينيا، كنت لففها الدنيا كلها في شهر العسل وما رفضلهاش طلب ابدا ابدا ابدا. يا سلام ده انت زوج مثالي. انت اجمل زوجه شفتها في حياتي. ايه بتقول ايه؟ عفوا اصلي الحقيقه اندمجت شويه. تعال نشوف كراميلا بتعمل ايه. طيب ما بتحبنيش؟ بتحبني ما بتت خلص شعري غاصي. يوه يا خبر وده وقته. مين؟ سي قاسم عبد العزيز شرف. عن اذنكم مغص مغص مغص. دكتور سلامتك. واللطافة يا نور عيني. اهلا بقاسم بيك. انا مش غايزني في الدنيا دي غير كلمة بيه. طب خلاص يا قاسم، يا جميل يا قاسم، يا حلو يا قاسم. الله ده كتير عليا. على فكرة انت جالك السواق امبارح وادالك الشيك؟ ايوه ميرسي قوي، بس كنت كنت ايه؟ قولي ما تتكسفيش. لو انت ذكي تعرف انا بفكر في ايه. انت بتفكري ومكسوفة انك تطلبي شك تاني. مظبوط. يا سلام على ذكائك، ده انت بتقرا الافكار بشكل. ما هو الحب يا نهاد بيخلي الانسان كده متجلي وذكائه لامع. ده صحيح فعلا، الحب جميل. تصور انك تبقى عامل حسابك ان قلبك ده مقفول ولا يمكن لاي انسان انه يفتحه، وفجأة تلاقي الحب قدامك. الله يا سلام، بقى كل الكلام الحلو اللطيف ده عشاني انا؟ انا ما استاهلش ده كله ابدا. ليه؟ انت ليك حق تحب وانا ليا حق احب، وكل الناس لازم يحب، مش كده ولا ايه؟ كده ونص. بس تحبيني انا لوحدي وده عايزه كلام يا قسمتي. بس يعني عارف عارف. اتفضل يا حبوبتي اهو. ميرسي يا قسمتي، ميرسي يا قسمتي. انا استاذن بقى عشان عندي مواعيد مهمه في اشغالي واعمالي. طيب اشوفك بكره ان شاء الله. سرحان، تفكير، تنهدات. ايه وقعنا تاني؟ لا 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 مش معقول. لا 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 تكذبي. هو معقول واحد يحب من اول نظرة؟ كتير. ايوه في الافلام. لا في الحياة كمان. انا بس شفت فيتامين حبيته، بس حظي وحش طلع اصلع. الحب اعمى يا كراميلا. تفتكر حيجي يسهر تاني؟ طبعا طبعا، انا شفت نظراته وبين عليه معجب فيكي قوي. احسن حاجه ننسى الموضوع ده وخلينا في المهم. قاسم بيه اداني الشيك، يلا بينا. هو انت؟
ايوه الشيك جاهز. مين اللي كلمك؟ هيكون مين غير اياه؟ تسعة تمانية سبعة ستة، الخمسة لازم نقوم فخ. أربعة تلاتة اتنين، الواحد لازم ننفخ. ساعة الصفر دلوقتي، ساعة الصفر، أنا خايف من ساعة الصفر. خلاص خلاص يا رب يا رب يا رب. طلع طلع كراميلا، الشعر طلع طلع والنبي طلع 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 في ايدي. اهو لا بطيخ نافع ولا لبخه نافعه ولا بطاطا نافعه ولا مالك انت راخر في ايه يا منير؟ الله مالك يا منير؟ ايه ولا حاجه نهاد. مالك؟ لا تحبني مهما كلفني الامر. ياه ده انت باين عليك واقع في نهاد وهتحبها. انا بكرهها، ويوم ما هتقع في حبي حوريها صحيح شغل الرجاله ازاي. حيلك حيلك، هي كانت عملت لك ايه عشان تعمل فيها كل العمايل دي؟ سرقت مال ابوك بالظبط، وسرقت ابويا كمان من امي المسكينه. انا حريها. وذنب المسكينه ايه اذا كان ابوك بيحبها وواقع فيها؟ المهم دلوقتي عايزك تساعدني. اساعدك بايه؟ هعمل لك لبخه تنفع دواء تمام بالبطيخ والعجين. دواء ايه وكلام فارغ ايه؟ امال هعمل لك ايه؟ عايز دواء من الاصلي. فلوس يعني؟ طبعا. هتعمل بيها ايه؟ خطه في دماغي. قول لي على الخطه يا مرشير رومل. هتعرفها الليله دي. يا علي 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 يا باسي توغا بيان فارس تعني بيان بصل هالي دبي اه دو تروح فات تشوفوا شيري ستري سانت لو هالي دبي يا علي يا علي يا علي اوف يا با جو فو دانسي تفوار دانسي او ريتم فو جايم شانتي توت لي بيل ميلودي اي سيرتو لو هالي دبي يا علي يا علي يا علي اوف يا با ضن تملى في افريد تو ما مفانسي تو مرابا ضن تملى في افريد تو ما مفانسي تو مرابا شانتي عن دانس سيسا لابي جسوية رازر عبي تو ما شيري دان تالور لهاني جبتي شيري ستري سامبل هاني دبكي يا هادي يا هادي يا هادي اوف يا بابا نتملى في افريد تما مفانس تو مرابا ضن نتملى في افريد تما مفانس تو مرابا شانتي ان دانس ساسا لا في جسوي ارز لا في تما بيان
يا سلام، حلوة أوي الغنوة دي. أنت كمان بتغني فرنساوي؟ ما أعمل إيه، لازم نرضي كل الأذواق. عجبتك؟ جدا جدا. لكن أنت إيه اللي جابك في وقت البروفا؟ والله إحساس غريب مش عارف أعبر عنه، وجيت كمان علشان أدي حضرتك الهدية المتواضعة دي، رمز صداقتنا. و مش معقول. ليه مش معقول؟ بس يعني مش عارف أقول لك إيه. وتقولي ليه؟ عينيك بتتكلم وقلبك بيقول كلام سمعه وفهمه. بس أنا خايفة عليك من حياتي اللي أنا فيها دي، أنت مش قدها يا منير. أرجوك ما تجيش الصلاة تاني، نبقى نتقابل برا. ليه؟ أنت خايفة من حد؟ قصدك الرجال اللي بتحوم حواليا؟ لا تأكد يا منير، كلهم ناس كويسين، بس أكترهم تعبانين. اللي بيجي هنا عشان ينسى همومه، اللي تعبان ماليا، واللي هربان من مراته كانت في الأول تعامله أحسن. أهو حياتي كده زي ما أنت شايف. حياتك حياتي وأنا راضي بيها حياتي. كراميلا كراميلا، تعالي شوفي منير جاب لي الهدية دي. الله، حلوة حلوة قوي. مبروك يا نهاد. شفت الذوق؟ شفت اللطافة؟ عمرك ما فكرتني بهدية حلوة. ده أنا جايب لك هدية أحلى منها. فين؟ الله، حلوة. يا سلام يا نهاد، عمري ما شفتك بالشكل ده. انت بقيت انسانة تانية خالص. الدنيا مش سيعاني يا كراميلا. الحب بيعمل عجايب. يا ترى منير تأخر ليه؟ لا تأخر ولا حاجة، انت اللي صحتيني من النوم ساعتين قبل ميعادهم. تعرفي انا عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة ايه يا حبيبتي؟ عايزة اشوف نفسي عروسة بغني وانت بترقصي جمال، والدنيا حوالينا مبسوطة، ومنير ماسك ايدي، واطير انا وهو في الاحلام. اجا عدنا وانا متنا
شفته بالقناطر حكيته بالقناطر يلي بكرة راجع وبعده قلبي ناطر. أهم يا أخوي قرب شوية طول بالك. الله حمار وحلاوة يا جدع خليك تقيل ما تدلقش. الله كراميلا كراميلتي اتفضل يا روحي اهدى تعالي بس وانا اقولك. منير حبيبي انا اسف يا روحي لكون اتاخرت عليك. معلش دي خلاصة اسمي دي فيتامينات. ما نحرمش منك يا فيتامين. بوسيني هنا لما يطلع لك شعر في راسك. مالك سرحتي في ايه؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. انت لازم مخبية علي شيء. تعرف يا منير دي اول مرة بحس الاحساس الغريب ده. انا كمان يا نواد طول ما انا جايلك في السكة صورتك ما راحتش عن بالي ابدا. منير يا ترى حبنا هيكون فيه متاعب؟ متاعب ده انا مستعد استحمل كل متاعب وكل صعب عشان خاطري. منير دي اول مرة قلبي بينفتح للحب بالسرعة دي. يا حبيبتي يا انا برضو صياد وعالشبك معتاد ولا خافش الشبك. ماما ماما خير يا ابني؟ زي ما وعدتك تمام ابنك هياخد بطارك. يعني هياخد بطارك؟ ما فهمتش قصدك يعني ايه؟ يعني العصفورة وقعت في ايد النسر. بس يا ابني انا خايفة. خايفة من ايه؟ اللي خلاها تضحك على ابوك يخليها تضحك عليك. على ابويا لكن انا طالع لامي. تبقى خيبان فشل وحياتك عندي. انا هرجعلك حجة البيت وهرجعلك فلوس البيت وراجل البيت. بعد ايه؟ اطمني بابا لحد دلوقتي ما قدرش ياخد ولا بوسة من نهاد. ايش عرفك؟ مش عرفني؟ امال انا بعمل ايه؟ بلعب. ثم في حاجة تانية مهمة عايز اقولك عليها. هي ايه؟ الحق في اللي بيعمله بابا ده كله عليك انت. علي انا؟ ليه يا ابني؟ اسمع يا ماما الست دايما نهاية املها هو الجواز بعكس الراجل تمام. ابتداء امله بالجواز. يعني واجب عليكي تتزوقيله تدلعيه زي ما كنت بتعمليله قبل الجواز. اخس عليك يا منير كسفتني. يعني عايزني اخد ايامي وايام غيري؟ نعم كله الا كده. ده انت لسه صغيره وجميله وحلوه واموره يا ماما يا اجمل ام في الدنيا. منير عيب يا منير. الله عيب عليك يا منير. طيب معلش سيبيني بقى اطلع غير ودي واجيلك حالا. في صحة اللي يحبنا. اللي يحبنا واللي يكرهنا بلاش بلاش. عن إذنك. على فين يا حياتي؟ لحظة واحدة وارجع لك تاني. طب يا حياتي بس ما تتأخريش. وياك يا جميل وياك. مسافر؟ ايوه
مسافر ومش مسافر. ايه الالغاز دي يا منير؟ هو انا مش مسافر، انما رايح اسلم نفسي للنيابة. نيابة؟ ليه؟ انت قتلت حد؟ قتلت؟ استغفر الله استغفر الله، ابدا. انا اصلي مديون بمبلغ 17,000 ليرة. 17,000 ليرة؟ ليه يا منير؟ والدتي كانت عيانة، وكل الدكاترة قالوا ان مش ممكن ابدا تخف الا لما تسافر سويسرا. طب وبعدين يا منير؟ وبعدين رحت لواحد مرابي واستلفت منه المبلغ اللي بقولك عليه ده، وبضيت شيكات بدون رصيد. وبعدين كمل. هو اول شيك استحقاقه بكرة 10,000 ليرة، وما لحقتش اجهز المبلغ. ليه تعمل كده يا منير؟ يعني كنت عايزان اسيب امي تموت يا نهاد؟ بعد الشر، ناس كتير زيك بتبقى زي الشمعة تحرق نفسها عشان تنور لغيرها. اسمع، ولا يهمك، انت مش عايز 10,000 ليرة؟ ايوه. خلاص، العشر تلاف ليرة تحت امرك. قصدك ايه؟ يعني اخدهم منك؟ مش ممكن، لا لا مستحيل مستحيل. يخسى عليك بقى، لو انا كنت واقف نفس المشكلة كنت هتسيبني؟ اسيبك؟ ازاي الكلام ده؟ ده انا كنت ابيع عمري علشانك. اطمن، هتاخد الفلوس الليلاتي وباقي المبلغ خليه على الله وعليا. طب وهتجيبي منين المبلغ ده؟ يا سلام، منين؟ من المغفل الكبير قاسم بيه عبد العزيز. اسمع، استناني هنا وانا جايه لك حالا. الله 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 الله، مال القمر زعلان كده ليه؟ انا خلاص هنتحر. الف بعد الشر يا حياتي. ايه في ايه؟ عايزه ايه؟ قولي. عايزه. قولي عايزه ايه. لكن ده 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 مبلغ كتير قوي. يعني كتير علي انا يا قسمتي. لا فاشر فاشر. اهو 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 اهو. حاضر يا ستي، اهو غالي والطلب رخيص. ربنا يخليك لي يا قسمتي. ياي منير حبيبي. ادي شيك بعشرة الاف ليرة نهاد حبيبتي. عشرة الاف ليرة ينصر دينك، ويبقى فاضل 7,000 ليرة كل اللي بابا صرفه عليها. صحيح طالع لامك. مش قلتلك يا ماما ولسه هتشوفه منين هيعمل ايه؟ يا حبيبي يا ابني. عقبال ما اشوفكم بتبوسوا بعض انت وبابا. دموع زائد شهقة وتنهيدة تساوي اشفاق، اشفاق مع 3 تنهيدات يساوي حب، والحب كله الكراميلا. لما اعمل زي ما عمل منير مع نهاد. يا حمار وحلاوة، حياتي متوقفة عليك. حاجة حلوة قوي. لا قليل قليل. حاجة جميلة. ده انا هعملها احسن من منير. مين بيخبط؟ كراميلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكراميلا. يا صباح الفل يا كراميلا، يا صباح الجمال يا كراميلا، يا صباح الورد يا كراميلا. صباح الخير يا فيتامين. صباح النور، صباح الفواكه، صباح الكراميلا يا كراميلا. انت بتعيط يا فيتامين؟ ببكي بدل الدموع دم يا كراميلا. ايه السبب يا حبيبي؟ حبك مشعل في قلبي يا كراميلا. خلينا في المهم دلوقتي، ايدك على الفلوس. فلوس؟ النهارده الاثنين والبنوك قافله.
ليه وانت بتحط فلوسك في الدكان حلاق؟ ايدك ايدك حلوه حمر وحلاوه حاجه جميله. ايدك على الفلوس عاوز ادفع الخياطه. طيب ما تشخطيش اتفضلي ادي فلوسك. كل دول كمان ينفعوا للتاكسي. ميرسي ميرسي يا بيتامين ميرسي يا روح. هات بوسك ولا اقول لك لما يطلع لك شعر في راسك. باي باي شيري. يا شعر راسي يا مكسر همومي. ما شاء الله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. خير ايه يا استاذ ايمان؟ جيت اقلدك في حكايه الدموع مع كراميلا؟ ما نفعتش. احنا في ايه ولا في ايه؟ اسمع، فاضل عليا 7000 ليره هاخدهم من نهاد واديهم لماما. حمر وحلاوه وبعدين؟ ولا قبليه ونبقى خالصين. لكن نهاد بتحبك وبتموت فيك، هتتخلص منها ازاي؟ يا خساره. بس لو ما كانتش صياده رجالي كنت عملت ايه يعني؟ ايه؟ كنت ولا ما كنتش؟ كنت فين يا منير؟ امك بتدور عليك. كنت ابتدى القلب يتحرك. ايه؟ تقول ايه؟ مبادئ حب يا حبيبي. حب؟ عذاب السهراني وزرعت في
عني عذاب السهرانين، خلتنا حس في كل يوم بعذاب جديد، وشعوري ما تغيرش يوم ولا راح بعيد بعيد. خليك كده في دنياك وبيع الذكريات، وهجر وموت حبنا بس انت عيش، ما يهمنيش غير حاجة واحدة في اللي فات، حاجة وغيرها في الوجود ما يهمنيش، احساس صغير بالعذاب اللي احنا فيه، احساس بقلبي بروحي بدمعي اشتريه اشتريه كون اي شيء كون خيال كون حريق كون خيال بالنسبة لي، كون حريق حتى علي، كون موجة 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 البحر الغريب، وتسلى بيا لكن تسيبني، لا بلاش لا بلاش، دي فرقتك مقدر لهاش مقدر لهاش، كون اي شيء كل شيء أي شيء كل شيء كون. هي ماما تأخرت ليه يا تيتا؟ زمانها جاية يا حبيبتي، الله يكون في عونها، ليل ونهار شغل وطحن. لازم ماما لازم ماما، امك معاها مفتاح، افتحي الباب وشوفي مين يا هدى. حاضر يا تيتا. سعيدة يا عروسة. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ. مين يا هدى؟ واحد شاب اسمر وحلاوة يا تيتا. خليه يتفضل. اتفضل. متشكر. سعيدة يا فندم. سعيدة يا ابني. آسف اللي أزعجته، هي نهاد هانم مش هنا ولا إيه؟ نهاد؟ نهاد مين يا ابني؟ لازم حضرتك غلطان في الشقة. غلطان؟ غلطان إزاي؟ أمال دي صورة مين؟ دي صورة ماما تيتا، ده بشاور على صورة ماما. قصدك أمينة بنتي؟ أمينة؟ أيوة أيوة، أمينة أمينة. مش موجودة يا ابني، دي راحت المستشفى. مستشفى؟ ليه؟ جرالها حاجة؟ أبدا يا ابني، ده هي بتشتغل ليل ونهار ممرضة علشان تكسب فلوس وتعمل العملية لعينيا. يا حبيبتي يا بنتي، ممرضة في المستشفى؟ لكن ما عرفتنيش قبل بحضرتك. أنا فندم أبقى الدكتور منير قاسم. هو أنت اللي هتبقى بابا؟ بابا؟ عيب يا هدى، اختشي. اهلا وسهلا يا ابني. أهلاً. دي امينه حكت لي كتير عنك، لما اقوم اعمل لك فنجان قهوه. لا 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 فندم، والله ما تتعبيش نفسك، انا اصلي لازم اروح المستشفى. تعرفي يا تيتا ان الدكتور ده حلو، لو لان صغيره لكنت لطشت من ماما. عيب يا هدى، خليكي عاقله اقعدي.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليها لكم. عاد اذن حضرتك بقى مسألة. مع السلامة يا الله يسلمك. مع السلامة يا ايه؟ يا بابا. متشكر يا ايه؟ يا بنتي. يعني كمان غير فلوس؟ خلاص قسم بيه ما بقاش يديني فلوس. بالذمة ايه؟ انا مراقبك ومراقب حركاتك وتصرفاتك كلها. فين الشيك المغهولك قاسم بيه اول امبارح؟ ها؟ رجعته لي. اسمعيني كويس، عندك مهلة لغاية بكرة الصبح، يا تجيب الخمس تلاف ليرة يا اروح عندك البيت واخد هدى منك. هدى بنتي؟ انت مجنون؟ مفيش قوة في الدنيا تقدر تاخدها مني. يا سلام، من امتى جاتلك القوة دي؟ تعرفي تردي وتجاوبي كمان؟ انت ايه؟ ما عندكش رحمة؟ هتاخد البنت تعمل بيها ايه؟ شغلها خدامة، هي برضو تجيب فلوس. الشيء ده طبعا هيحصل لو ما جبتيش بكرة الفلوس. اجيب الفلوس منين اذا كنت قطعت علاقتي بقاسم بيه؟ وتقطعيها ليه؟ عشان منير افندي. منير؟ انا عارف كل حاجة. اذا ما كنتيش هتسيبي منير ده بعد كده انا هعرف شغلي معاك ومعاه. ما بقاش همني تهديدك ومش هنفذ رغباتك واعمل اللي انت عايز تعمله. هاخد البنت في المحكمة. مش ممكن المحكمة تسمح لك بحضانة البنت وليك ذكريات في كل سجون البلد كده. برضو حديكي مهلة لغاية بكرة الصبح، افهميني كويس، يا تجيب الفلوس او البنت. تبقى تيجي تاخد بنتها من المكان اللي هي عارفاه. هدى هدى ربنا ينجلم منا. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ انا مش فاهم ازاي كان في غشاوة على عليا مش مخلياني اشوف الجمال ده كله. بلاش مبالغة يا قاسم. ابدا وحياتك يا نادية، دي مش مبالغة. نادية، في سر خطير عايز اقوله لك بشرط تسامحيني. عارفاه ومسامحاك. عارفاه؟ لكن اللي فات مات يا قاسم، المهم انك ما تعودش للحاجات دي تاني، والاهم انك انت دايما تراعيني بحنانك. الف مبروك يا اعظم بابا واجمل ماما في الدنيا. مش باركولي انتوا كمان بايه؟ في ايه؟ انا هتجوز. هتتجوز؟ ايوه، بنت طيبه وبنت حلال وحلوه وبتحبني وانا بحبها. قلتوا ايه؟ موافقين؟ ده يوم المنى يا ابني. وانا ما عنديش مانع، لكن يا ابني مش نشوفها الاول؟ يا سلام لما هتشوفها يا بابا، ده انت هتحبها حب مفيش كده ابدا. حلوة يا منير. شمس الشموس. متعلمة؟ بكالوريوس مهنة، قصدي اقول بكالوريوس علوم. علوم بنت عيلة؟ طبعا، حسب ونسب، ادب وكمال. اجري يا ابني اجري، هات عوام هنا. متشكر يا بابا، ميرسي خالص. زي ما هو فاجئنا بحكاية جوازه، يلا بينا نوضب له مفاجأة أكبر. يلا استنى استنى، غمضي عينيكي. انت مستنيها البوسة؟ لا بعدين. أمينة، ولي يهمك؟ ما يهمنيش ازاي، اعمل ايه بس يا رب؟ انا هجيب لك فلوس من فيتامين وتروحي تديهم للراجل الملعون ده ونجيب البنت. هدى هدى. منير الحقني يا منير. الحقك في ايه؟ امال فين هدى؟ سي منير، هدى خطفها امين يا سي منير. امين خطف هدى؟ ايوه خطفها المجرم، دبرني يا منير. المهم سأمين ده تعرفوا مكانه؟ ايوه. مستنين ايه؟ يلا بينا. اقروا الفاتحه على روحه قبل ما تروحوا. عمليه في راسه، هموته انا، هورينا. اطلع يا رب.
يا رب. يا بنت خد يا بنت، تعالي هنا تعالي هنا، راسي هنا. انا عايزه يا بنتي، خد يا بنتي، سيبها يا راجل. حازم ايه اللي بتعمله؟ انت مالك؟ انا مالي؟ بالراحه بالراحه، بشويش بشويش، اضربوا بقى. الله الله الله، بالراحه يا بنت امين. قوم انت، انت قاعد تتفرج عليهم، ما عندكش دم يا اخي. قوم صح دلوقتي، قوموا. ايه ده؟ قربوا، يقوموا قربوا. يا سلام، سيبهولي. انت تعب نفسك ليه؟ لا لا برافو عليك انت كده. هتسكتهم ولا لا؟ لا 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 يا حبيبي، الله يبارك فيك. اتفضلي يا ستي، اتفضلي. اهلا وسهلا. كلها سنه وهتبقى جد، وانت برضو هتبقي تيتا 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 تيتا. اقدم لك عروستي. اهلا اهلا وسهلا بعروستنا الحلوه. اقدم لك ماما. تشرفنا. اهلا. حلوه يا ماما؟ زي القمر. ميرسي يا الله. امال فين بابا؟ جوه. هروح اشوفه عن اذن ماما. اتشرف بنفسي، البروفيسور فيتامين. هو انت؟ طب اسمع دي. واحد دخل بيته متاخر الساعه 3، دقت الساعه تن تن تن، قالت له مراته: انت جاي متاخر كده ليه؟ قال لها: لا دي بتقول لك واحده واحده واحده. كويسه خالص. بابا 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 ايه؟ انت مش عايز تتعرف على عروستي ولا ايه؟ ازاي بقى يا كبير؟ اذا ده انا منتظر الساعه دي طول عمري. هيا يلا هيا يلا. نهاية حبيبتي، اقدم لك اطيب بابا في العالم، بابا عروستك. ابوك؟ بابا 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 عايزك في حاجه مهمه. قول لي بابا، ايه رايك في العروسه؟ عجبتك ولا لا؟ هي حلوه قوي يا ابني، لكن انت اتعرفت عليها منين؟ انا اتعرفت عليها في كليه العلوم والفنون يا بابا. ايه؟ ايوه. مش ممكن. مش ممكن ليه؟ هو حضرتك تعرفها؟ اعوذ بالله، لكن انا بشبع عليها. شبع عليها؟ يعني موافق؟ اوافق؟ اوافق ازاي؟ يا حبيبي يا ابني، دي الدنيا مش سايعه من الفرح. ان شاء الله تكوني بتحبيه زي ما هو بيحبك. بحبه؟ ده حياتي، ده اغلى من عينيا. ربنا يسعدكم مع بعض يا حبيبتي. اسمع يا بابا، انا عارف الحكايه من طقطق لسلام عليكم. بابا دي نهاد الحقيقيه، مش نهاد بتاعت الشيكات. يعني قصدك ايه؟ يعني قصدي اني اكتشفت ان نهاد اطيب انسانه في الدنيا، وقلبي حبها، والماضي كان كله عشان تسعد اهلها. بابا انت الوحيد اللي تقدر تقول لي اتجوزها ولا لا. الف مبروك يا مرات ابني. عمي. الله الله الله، وبعدين معاك يا بابا. يلا بينا بقى. على فين؟ على شهر العسل. ما تقضوه هنا يا ابني. العب غيرها يا بابا. يلا. نادية. عيب يا قاسم. الجماعة دول فتحوا نفسي للجواز. جواز؟ مش ممكن اتجوزك الا ما يطلع لك شعر في راسك. الله، ومين قالك اني ما طلع ليه شعر؟ وهو تفرجي شعره اهو. الله، حبيبي يا فيتامين، يا روحي يا فيتامين، حياتي فيتامين. تعالي هنا، هي الرجوله في الشعر، الرجوله بالرجوله. تعالي هنا، خشي على فيتامين، خشي.